بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هل ممكن في فيديو واحد تجتمع كل معاني انعدام التربية وانعدام الأخلاق وانعدام الدين والتفاهة والهيافة والضياع والسخافة وغيرها من المعاني السلبية؟ أيوة، ممكن في فيديو واحد تجتمع كل هذه المعاني إذا كان الفيديو هو الفيديو اللي أنا هعرضه لحضراتكم بالأشخاص اللي موجودين فيه. نشوف كده مع بعض هذا الفيديو وبعد كده نرجع نحلله مرة تانية. هذا الفيديو اللي تجتمع فيه كل الصفات السلبية اللي أنا قلتها لحضراتكم قبل كده. نشوف الفيديو ده وبعد كده نرجع نعلق على هذه، مش عاوز أقول يعني الكارثة لأنها فعلا كارثة حقيقية، إن في شباب صغير في هذا في المرحلة العمرية اللي حضراتكم هتشوفوها بيعملوا كده وبيفكروا كده، وهنعرف بعد كده هم ليه بيعملوا هذه التصرفات الشاذة. نشوف كده مع بعض ونرجع نعلق سريعا على هذا الموضوع. انا حرام عليا وبفطر في نهار رمضان، مالكش حد يتدخل يا جدعان، حاجه ما تخصكش. شربت اهو وادي السيفن اهو. تمام يا جدعان، احنا صايمين وهنفطر على اللايف. اللي عايز يشوفنا واحنا بنفطر انا فاتح لايف، يدخل لايف. انا هخش دلوقتي، محدش ليه دعوه، محدش يكتب لي يا فاطر. اللي هيقول لي يا فاطر هبلكه. تمام، حاجه ما انا فاطر مالكش فيه، واللي هيكتب لي يا فاطر تاني هبلكه. بفطر في اللايف انت كده بتحرجني، واحنا فاتحين لايف وهناكل. عايز تشوفنا فاطرين مش فاطرين مالكش دعوه. احنا اللي فاطرين مش انت. ايه ده؟ وهتلاقوني باكل جوه في اللايف كمان. تمام، فاطر يا فاطر يا فاطر، سودت وشنا قدام الناس. احنا الثلاثه فاطرين، حاجه ما تخصكش، محدش ليه عني حاجه. انا فاطر يا جدعان، احنا صايمين وهنفطر على اللايف. اللي عايز يشوفنا واحنا بنفطر انا فاتح لايف، يدخل لايف. انا هخش دلوقتي، محدش ليه دعوه، محدش يكتب لي يا فاطر. اللي هيقول لي يا فاطر هبلغ. تمام، حاجه ما تخصكش. شفنا مع بعض الفيديو واللي انا بعتبره فعلا كارثه حقيقيه، فعلا كارثه حقيقيه، ان في يعني شباب صغير في هذا السن، دول يعتبروا لسه في بدايه الشباب، في بدايه مرحله الشباب، يعني انتقلوا من الصبا الى الشباب، بيفكروا كده وبيعملوا كده. المشهد اللي حضراتكم شفتوه ده او الفيديو ده اللي هو يعتبر اكتر من فيديو مع بعض، على فكرة لو لاحظتوا حضراتكم هتلاقي ان ملابسهم متغيرة، وده يدل على ان مش دي اول مرة يعملوا فيها هذه التصرفات الوضيعة اللي هما بيعملوها في هذا الفيديو. الفيديو ده معناه الغياب التام للاهل، ان مفيش اهل، ومفيش اهل مش بمعنى ان الاهل يعني توفاهم الله او اختفوا من الحياة، لا، ممكن يكونوا موجودين بدنيا يعني بابدانهم، ولكنهم مش موجودين بتربيتهم لابنائهم، لم يحسنوا تربية هؤلاء الابناء. لان اللي يطلع يعمل كده على لايف، يفتحوا لايف ويرتكبوا هذه الجريمة اللي انا بدعو من خلال هذا الفيديو الى القاء القبض عليهم وحسابهم لانهم بينشروا الفساد في المجتمع، يبقى دول ما شافوش بربع جنيه تربية في حياتهم، ما شافوش بربع جنيه ولا بقرش حتى تربية في حياتهم. زي ما شفتوا كده التلات عاهات اللي ظهروا في هذا الفيديو، تلات عاهات، انا مش هقول عليهم شباب يعني، هسميهم عاهات، لان العاهة تعرفها هو امر خارج المعتاد بيحدث للانسان، لو هنوصفها في بدن الانسان فهي امر سيء جدا بيحدث لبدن الانسان وبيخرجه من الوضع الطبيعي بتاعه الى وضع غير طبيعي، وبيكون بتكون العاهة دي في بدن الانسان شيء مقزز، شيء متعب، شيء معطل للانسان، يتسبب له في يعني عطلة في حياته وعطلة في انشطته، ما يقدرش ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي. فالعاهة شيء سيء جدا، من اسوأ ما يكون ان يحدث عاهة للانسان. وبالتالي انا بعتبر التلاتة اللي ظهروا في الفيديو اللي انتوا حضراتكم شفتوه دول تلات عاهات مجتمعية، دول تلات عاهات، تلات عاهات مجتمعية، لان دول من الاشياء او من الاشخاص اللي بيتسببوا في تعطيل المجتمع او احداث حالة من عدم الاتزان او عدم الارتياح بداخله، فهم يعتبروا عاهات مجتمعية. إضافة إلى إن هم بينشروا الفساد، زي ما حضراتكم هم طالعين على اللايف يعني بيتباهوا باللي هم بيعملوه، هم بيفطروا في نهار رمضان بيرتكبوا هذه الجريمة اللي هي في حق ربنا قبل ما تكون في حق نفسهم، بيرتكبوا جريمة في حق المولى عز وجل اللي هو خالقهم بيرزقهم ورازقهم بالأكل والشرب اللي هم بيطفحوه أمام الكاميرا.
كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنى. زي ما انا قلت ان شباب في هذا السن او عاهات في هذا السن يطلعوا يعملوا الكارثة والمصيبة اللي حركوا شفتوها دي. طيب الغرض بقى من الفيديو ده، لو احنا بقى يعني لما احنا نبص على التصرف ده، لان ده تصرف شاذ جدا، يعني تصرف شاذ جدا ينم على ان العيال دي عقليتها رايحة في 60 داهية. التلات عاهات اللي انت شفتهم دول، دول تلات عاهات عقليتهم رايحة في 60 داهية، في 60 مليون داهية، من 60 داهية بس يعني. ان هم يطلعوا يفتحوا لايف ويطلعوا امام الناس وعلى مرأة ومسمع من الناس ياكلوا في فيديو علني، في فيديو علني هم اللي عاملينه برغبتهم وعاملينه بإرادتهم وطالعين عشان يعملوا كده قدام الناس. طب سيادتك ايه الغرض من هذا الامر؟ طبعا الغرض الوحيد من حاجة زي كده، من حاجة زي كده طبعا زي ما كل بيجروا بيدور، هو ان هم يطلعوا ترند او يبقوا مشاهدات او 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 الكلام ده كله، او يحققوا اي قدر من الانتشار. وانا قلتها لحضراتكم قبل كده، ان الانسان عشان يحقق او يبقى ترند او ينتشر، يعني لان الترند هو، وانا قلتها برضو قبل كده في فيديوهات سابقة، معناه المحتوى الرائج. الترند هو المحتوى، احنا بنقول ترند ترند بس في ناس ممكن متعرفش معناه. الترند هو المحتوى الرائج، المحتوى اللي شغال، المحتوى اللي بيحظى بمشاهدات كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة وبينتشر بشكل كبير جدا. فعشان الانسان يبقى ترند او يبقى محتوى رائج او يحقق قدر من الانتشار الكبير في فترة زمنية قصيرة جدا، يعني ممكن تكون ساعات او ايام قليلة، يا يعمل شيء عظيم جدا يا يعمل شيء سلبي جدا. ما ينفعش تصرف طبيعي، لان التصرف الطبيعي، وانا برضو قلت هذا الكلام قبل كده، معلش انا بأكد عشان ما حدش يقول لي انت بتعيد اللي انت قلته قبل كده، لا انا عارف انا قلت ايه قبل كده، فانا بعيد الكلام لانه هو بيتسق مع سياق الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه. فلو انسان هيأتي تصرف طبيعي، تصرف عادي، مش هيطلع ترند. يعني هيطلع ترند ليه؟ لانه هو تصرف طبيعي في العادي يعني. ولكن عشان الانسان يبقى يتحط عليه الكشافات تلف كده وتتسلط عليه فالضوء يجي عليه، لابد وان يفعل امر من الاثنين ما لهمش ثالث من وجهة نظري. يا شيء عظيم جدا جدا جدا، شيء يعني يفرق في تاريخ العالم، او على الاقل حتى في تاريخ مجتمعه او في مجتمعه، شيء جميل وعظيم وشيء هام وهادف، وبالتالي الاضواء تسلط عليه، وللاسف ده ما بيحصلش. عشان نبقى واقعيين، في مجتمعنا على الاقل ده ما بيحصلش، مفيش حد بيعمل شيء عظيم جدا فالاضواء تسلط عليه، او يعمل شيء سخيف جدا وتافه جدا وحقير جدا ويعني ومن اسوأ ما يكون فالاضواء تسلط عليه، وده اللي بيحصل عندنا. شفنا الزبال والواد حديدة والاشكال القذرة دي كلها وغيرهم يعني. فدول لان هم عيال تافهة، عيال دماغهم زي ما انا قلت يعني واكلها قطر، زي ما احنا بنقول كده في الكلام الدارج بتاعنا يعني، فما هم ما عندهمش حاجة يقدموها، فعايزين نطلع ترند، عايزين نطلع ترند، عاوزين الاضواء تسلط علينا. طب تسلط علينا ازاي؟ مش مهم الناس هتشتمنا، الناس هتطلع، الناس هتتكلم زي ما انا بتكلم وانتقد، مش مشكلة، المهم ان ايه؟ يتم تسليط الضوء علينا. وده يعني قمة الغباء اللي في الدنيا، ده قمة الغباء ان انسان يحب يشتهر سلبيا مش ايجابيا، انه يشتهر من خلال انه يعمل شيء وحش فالناس تبدا تشتمه فيشتهر من خلال الشتيمه، ويقول لك انا بنكر بعد كده يعني دي تبقى الطلاب العكس، انت كده حفرت قبرك بايدك، انت كده دقيت المسمار في نعشك، لان الناس هتتكلم عليك وهتشتمك وبعد كده هتنساك. فكل اللي هم بيعملوا كده زي ما انا قلت لحضراتكم عشان يبقوا ترند، لكن هم لان عقولهم خاويه وفاضيه ما فيهاش اي حاجه، فقرروا ان هم يطلعوا يعملوا كده عشان خاطر يحققوا مشاهدات وانتشار والكلام ده كله. ومن الحاجات بقى اللي فعلا يعني فعلا غريبه و يعني فعلا مستفزه الى اقصى درجه، يعني لما الواحد بيشوف حاجه زي كده يبقى عايز يمد ايده جوه الشاشه يجيبهم وينزل ضرب فيهم، يعني ان هم فاتحين اللايف بنفسهم، يعني واخدين بالكم يا جماعه، هم فاتحين اللايف بنفسهم، هم بيعملوا الفيديو طوعية من تلقاء نفسهم. زي ما انا بقدم لحضراتكم كده، انا كده فاتح، انا كده بصور فيديو لحضراتكم طوعية، محدش جابرني، يعني محدش مثلا مثبتني مثلا يقول لي مثلا، لا انا عامل الفيديو ده عشان يعني اتواصل مع حضراتكم ويبقى في تواصل دائم بيننا ان شاء الله. يعني انا بتكلم في جزئيه زي كده، فدول طالعين فاتحين اللايف، فاتحين اللايف، لايف كمان مش مسجل، يعني زي ما هم بيتكلموا وبيصوروا طواعية
وبعد كده يقول محدش يقول لنا يا فاطرين يعني سيادتك انت بتاكل في نهار رمضان المفروض انا اقول لك ايه. ده من الكلام الغريب ده يدل على ان فعلا مفيش هنا في هنا بلوزة في هنا يعني اول الطوب يعني فعلا ده يعني واحد واقع بياكل امام الكاميرا زي ما هم بيقولوا احنا بناكل بنشرب اهو قدام في نهار رمضان وانا فاطر. طب انت سيادتك بتقول انت فاطر وانت فعلا فاطر المفروض لما انا اجي اقول لك يا فاطر تقول لي ما حدش يقول لي يا فاطر. يعني يا ابني انتوا بتفكروا ازاي يا ابني انتوا بتفكروا ازاي؟ انتوا المفروض تروحوا مصحه نفسيه عشان تتعالجوا. المفروض تروحوا والله مصحه نفسيه عشان تتعالجوا والله. وبعد كده يقول يا فاطر سودت وشنا قدام الناس. يا ابني هو مين اللي سود وشك؟ انت وشك اسود خلقه اسود من افعالكم واشكالكم الوضيعه. انتوا افعالكم هي اللي مسوده وشكم. هو حد سود وشك؟ ما انت اللي مسود وشك بنفسك. يعني انت طالع على اللايف واكيد حضراتكم لامسين اللي انا بقوله ده يعني او حاسينه طبعا لان ده انت طالع على اللايف بنفسك وبتاكل امام الكاميرا في نهار رمضان وبتقول اللي انا فاطر اهو يا جماعه وبعد كده تقول سودت وشنا يا فاطر. هو مين يا ابني اللي اجبرك تطلع تاكل قدام الكاميرا في نهار رمضان؟ ما انت اللي بتعمل كده. فشوفوا العقليات يعني فعلا يعني اقول بس يعني ربنا يهدي الجميع والله ربنا يهدي لان فعلا دول محتاجين يعني يتفرمطوا. عارفين لما بنجيب هارد كمبيوتر كده يكون فيه فيروسات ولا اي يعني اي مشاكل من اي نوع كده احنا خايفين الهارد ده اصبح خطر على انه هو يركب على الجهاز بتاع الكمبيوتر فبناخده بنفرمطه بنمسح كل اللي عليه عشان نشيل بقى الحلو بالوحش يعني عشان نشيل بقى الفيروسات والميلوير اي حاجه مدمره داخله. فالعيال دي محتاجين فعلا يتاخدوا ويتفرمطوا وتتمسح كده الميموري بتاعتهم وكل حاجه تتمسح مخهم يتمسح ويعاد تربيتهم من اول وجديد. لان المشهد اللي بيعملوه يعني في تحدي لمين؟ هم بيتحدوا ربنا يعني بيتحدوا ربنا. وزي ما قلت هم بيرتكبوا جريمه يعني انظار هم بيفكرين ان دي حريه. دي مش حريه دي قله ادب وقذاره. اللي انت تعمل كده ترتكب هذه الجريمه. اولا انت بتعبث مع فريضه ده الصيام فرض عين على المسلمين فريضه زي الصلاه وزي الزكاه وركن من اركان الاسلام. فانت كده جاي على حاجه مش حاجه مثلا يعني في اختلاف عليها ولا حاجه مثلا بسيطه او كنت جاي على ركن من اركان الاسلام بتهده بافطارك ده بتهده عندك انت مش بتهده طبعا في الكون يعني او في المجتمع او في الامه الاسلاميه. انت بتهده عندك انت شخصيا. فبالتالي انت لابد وان يحق عليك العقاب. في يا جماعه في عقوبات كانت بتطبق على الفاطرين في لما كان في ناس بتفطر في الطرقات او الكلام ده كله في وقت من الاوقات كانت بتطبق عليهم عقوبات غرامات وبتصل احيانا الى الحبس. الفيديو اللي هم عملوه ده اسوأ من الافطار في الطرقات كمان لان النهارده الفيديو ده انتشر. فيديو لما انا بعمل فيديو الفيديو بينتشر على مستوى العالم كله وبالتالي عدد كبير جدا يمكن اللي في الطرقات هم اللي ماشيين في الشارع بس اللي هيشوفوه وان كان غلط برضه يعني لو واحد بيفطر في الطريق اللي معديين جنبه هم بس اللي هيشوفوه. ولكن لما يعملوا فيديو بهذا الفجور وبقلة الادب والقذارة دي ويطلعوا على اللايف كده يفطروا علنا عيانا بيانا كده فالفيديو بتاعهم بينتشر انتشار كبير جدا. وانا بتكلم هنا مش قصدي التلات عهد دول بس انا بتكلم لان في يعني عهد كتير زيهم بيعملوا نفس الكلام. وممكن فيه يعني اشخاص تانيين برضك او حد في سنهم برضك من اللي دماغهم يعني رايحة في 60 داهية زي دول يعملوا او يطلعوا يقلدوهم وخاصة لو الفيديوهات اللي التافهة الفارغة اللي ملهاش اي معنى. هل ده محتوى؟ ده مش محتوى دي حاجة كده ده كغثاء السيل كده حاجة كده زي الرغاوي ملهاش لازمة. فممكن ناس تطلع لو حققت الفيديوهات دي مشاهدات ناس تانية تطلع تعمل كده عشان تحقق مشاهدات. فانا زي ما انا قلت ده نتيجه اولا انعدام. مفيش تربيه يعني واضح جدا ده لا في تربيه ولا في اخلاق ولا تربوا على الدين ولا تربوا على الاخلاق ولا شافوا تربيه. وزي ما انا قلت في غياب تام من الاهل كده الاهل مش موجودين لان الاهل هم اللي بيربوا اولادهم منذ الصغر. يا جماعه احنا كلنا كنا كده اهالينا هم اللي ربونا هم اللي غرزوا فينا هذه الاشياء الطيبه.
هم اللي علمونا، واحنا كنا نعرف صلاه ولا صوم ولا الكلام ده كله؟ لا، بس اهالينا هم اللي علمونا وهم اللي فهمونا اهميه هذه الاشياء واللي لازم نعملها، وان دي حاجه ما بنعملهاش عشان احنا بنعملها عشان نتقرب الى الله. هو مين محتاج التاني يا ابني؟ السؤال اللي المفروض الخنازير دول مع احترام الحرقه في اللفظ او العاهات دول يعني يسالوا نفسهم، هو مين محتاج التاني؟ هو احنا ليه بنأدي العبادات لربنا؟ هو احنا اللي محتاجين ربنا ولا ربنا اللي محتاجنا؟ مين الطرف الاقوى في العلاقة؟ مين الطرف الاقوى في العلاقة؟ ده احنا على 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 سطح الارض هنا، على سطح الارض في شركات بتقدم لنا خدمات بنبقى احنا الطرف المذعن فيها، زي شركة الكهرباء في شركة المية مثلا على سبيل المثال. لو انت ما وافقتش على الشروط بتاعت التعاقد بتاعتهم اللي هم بيحطوها سلفا، اللي بيحطوها سلفا، هيقول لك خلاص شوف اي حد تاني يزودك بالخدمه، انا لا زودك لا بميه ولا زودك بكهرباء، ودور انت بقى على اللي هيديك ميه وكهرباء، لان هم دول الشركات القابضه للموضوع. ماشي؟ فبالتالي انت بتذعن، ده انا بتكلم شوفوا على مستوى ايه، على مستوى الارض اللي احنا عايشين عليه، بتذعن لهذه الشركات وبتقول لهم ان التعاقد وفقا للشروط اللي هم حاطينها، هم بيحطوا 1 2 3 4 وانت لا تملك الا اللي انت توقع بالموافقه، لان مفيش حد يزودك بالخدمه غيرهم، وبالتالي اصبح العقد ده في القانون اسمه عقد اذعان، لان في طرف قوي وطرف ضعيف، طرف مذعن لا يملك غير ان هو يوافق على الشروط، يعني ما ينفعش ان هو يناقشها لان الشروط دي بتسري على كل المشتركين. فبالكوا لما ده يكون يعني في شركه بتقدم خدمه او حد او مؤسسه او هيئه بتقدم خدمه للمواطن، والمواطن بيمثل امامها كده بيقول لها السمع والطاعه، يعني انا لا املك الا ان اناقشك في فبالكوا بقى برب العالمين. يعني انت داخل تناطح ربنا مثلا اللي انت تاكل قدام الكاميرا كده، يعني كلك سم، يعني كلكوا سم، انت داخل تناطح ربنا يعني؟ ومين محتاج التاني يا ابني؟ هو ربنا محتاجك انت ولا محتاجني ولا محتاج كل المخلوقات، كل البشر منذ ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها؟ هو ربنا محتاج حاجه مننا؟ ده احنا اللي محتاجين ربنا، احنا محتاجين ستر ومحتاجين دعم ومحتاجين رضاه ومحتاجين توفيقه ومحتاجين خيره ومحتاج كل حاجة. والخير اللي احنا عايشين فيه خير من خير ربنا، احنا مجرد ادوات بس، ولكن ربنا لو اراد ما في نبتة هتطلع من الارض ولا في ذرة هواء هتمشي في هنتنفسها. فهم لو يعلموا هم بيعملوا كده طبعا زي ما انا قلت، نظرا لان مفيش تربيه، مفيش اخلاق، مفيش، ما تعلموش ان الصيام ده انت بتعمله عشان ربنا، كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ربنا سبحانه وتعالى، قال كده في الحديث القدسي. فهم ما تعلموش كده، اهاليهم ما علمهمش كده، ان انت لما بتصوم بتذعن اذعان، يعني خضوع تام ليه؟ إرادة الله سبحانه وتعالى وإلى أوامر الله، إذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى، ربنا أراد أو طلب من الله إحنا نصوم ليه؟ في أولا في فايدة للجسم وفايدة للعقل وفي إحساس بالآخرين وفي فوائد كثيرة جدا للصيام، وفي كتب معمولة، ده في أطباء عاملين يعني. فأنت كل اللي أنت تعمل حاجة زي كده، في أطفال صغيرين بيصوموا، أنتوا فين من الأطفال دول؟ في شباب في سنكم بيصوموا ملتزمين، انتوا فين؟ لا، دول ما تعلموش، اهاليهم ما علموهمش وما ربوهمش على ان الصيام ده واداء الصيام والعبادات، ونتكلم هنا عن الصيام لان هو ده طبعا ده موضوع الفيديو، ان ده عباده وفريضه وركن من اركان الاسلام، واحنا بنعمل كده لان ربنا امرنا بكده، وهو شهر واحد في السنه، شهر واحد في السنه و29 يوم كمان السنه دي مش 30 يعني، حتى يعني فعلا المشهد اللي احنا شفناه ده مشهد مؤسف، والكلام اللي هم بيقولوه كلام عبيط وهبل، كلام عبيط، انه يطلعوا قدام الكاميرا ياكلوا ويقول لك ما تقوليش يا فاطر انتوا سودتوا وشنا قدام الناس. طب ما انت عارف ان ده يعني، انت عارف كده ان افطارك ده هيسود وشك. طب ما انت يا ابني اللي بتسود وشك بنفسك، وحد بيسود وشك؟ ما انت اللي بتعمل كده بنفسك. فكلام جنان وكلام هبل وكلام عبط، وانا شايف ان العيال دي فعلا لازم تتجاب ولازم تحاسب، لان هم بينشروا الرذيله، هم كده نشروا، هم مش قاعدين. حد يقول لي ممكن يكون لو هيفطر ممكن يعني من ياكلوا مع، طبعا اي حد، طب هو احنا عارفين هو الصيام ده يا جماعه، انا مثلا بحاسب غيري على افطاره ولا مش افطاره؟ حتى لو شفت واحد بيفطر بقول له ربنا يهديك، بقول له مثلا حرام انت بتعمله او كده، او لو مثلا رفض اقول له ربنا يهديك.
خلاص يعني لا املك، انا مش هحاسبه، ربنا لا يحاسبه، لان الصيام ده يعني عمل لله سبحانه وتعالى مش ليا انا. انت بتصوم عشاني ولا بتصوم عشان والدك ولا والدتك ولا اسرتك؟ بتصوم عشان ربنا امرك بكده. فممكن حد يقول لي طب ممكن ممكن لو كلوا يا جماعه في مكان مستور، فهو برضو بينه وبين ربنا يعني، برضو ربنا لا يحاسبه على كده. ولكن ده دي الناس بيجهروا بالمعصيه، دول ناس بيجهروا بالمعصيه، كل معافى الا المجاهر، يعني هم دول بيجهروا بالمعصيه، اهو ده جهر بالمعصيه، وبينشروها مش بس حتى في محيط مثلا البيت اللي هم قاعدين فيه ولا المنطقه حتى ولا الشارع، ده بينشروها على مستوى العالم. فطبعا لازم يكون في حساب عشان خاطر الاشكال الوضيعه اللي زي الخنازير دول، يعني يتربوا العاهات المجتمعيه دول، يتربوا ويعرفوا ان الله حق، وبعد وياخدوا بقى دروس، يعني يعرفوا اهميه الصيام واهميه اداء العباده، وبعد كده بقى هم احرار، لانه في الاخر ما حدش هيشيل عن حد حاجه في الاخره، كل واحد هيتحمل، كل انسان ألزمناه طائره في عنقه اذا كما قال الله عز وجل، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، كل واحد طائره في اعماله في عنقه هنا بتعلقها في رقبته، ولا حد بقى هي لا والدك ولا والدتك ولا حد هيتحاسب، انت لا تقف تتحاسب، انت كنت واقف عمال تفطر وكنت بتجاهر بالمعصيه وسعيد وفرحان وعمال تشرب وعمال تاكل، طب انت لما تاكل ولا تشرب يا ابني هو انت كده ضريت ربنا في حاجه؟ ده انت اللي انضريت، انت اللي انضريت وانت اللي اذيت لما انت اكلت وشربت، انت اللي حظيت كده، حظيت بغضب ربنا، يعني غضب ربنا، غضب ربنا ينزل عليكم انتوا الثلاثه بس. لكن هل انت اذيت ربنا او ضريت ربنا والعياذ بالله؟ ابدا ابدا. ولو الدنيا كلها فطرت هل دي اذى ربنا؟ ابدا. ربنا يمنع خيره، خلاص يا خلاص بقى دي. خلاص الخير يتمنع كلنا هنموت ببساطه شويه جدا، عشان شويه تفهين اشكال ضاله زيكم، زي اللي حضراتكم شفتوهم في الـ في الـ في الـ في الفيديو ده، يطلعوا يعملوا كده فيتصوروا ان هم كده، يا سلام بقى ان احنا بقى احرار ومحدش. لا يا حبيبي، ده انت بتاذي نفسك، انت اللي بتاذي نفسك وانت اللي بتضر نفسك، انت مش هتضر ربنا والعياذ بالله في اي شيء، بالعكس انت اللي هتاذي نفسك. فيعني انا اتمنى من خلال هذا الفيديو ان يتم القاء القبض على العيال دي، ويتم حسابهم، ويروحوا كده احد المؤسسات العقبيه يتربوا هناك ويعرفوا ان الله حق كده، وبعد كده يرجعوا مره تانية يندمجوا في المجتمع بعد ما يكونوا يعني خدوا حظهم كده من التربيه الصحيحه، لانه واضح ان اهاليهم يعني ما عرفوش يربوهم، وفاقد الشيء لا يعطيه. منتظر رأي حضراتكم في المشهد اللي حضراتكم شفتوه، وآسف طبعا على الإطالة، ولكن الموضوع فعلا يعني مهم، لأن دي مش مجرد تلات عيال طالعين بيفطروا، لا ده في ممكن حد بيعمل كده، ووصل الإجرام ووصل الفجور ووصلت التفاهة والسخافة وقلة الأدب وقلة التربية وقلة الإيمان، إن هم يطلعوا يجهروا بالمعصية كده ويجهروا بارتكابهم هذه الجريمة على العلن، لا فالموضوع لازم يكون له وقفة، أو في وقفة وفي متابعين كمان بيكلموهم والكلام ده كله، فالموضوع لازم يكون له وقفه، وقفه حاسمه. ربنا يهدينا جميعا ويهدي ابنائنا ويهدينا الى ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يحبه ويرضاه دايما، زي ما انا بقول. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.